من بعد إعلان الثنائي أنس وبيستان رسمياً عن انفصالهم قبل فترة، وزعل الجمهور وخاصة محبينهم مع بعض على هذا الخبر، والثنائي تحت أنظار الجمهور بكل تحركاتهم عبر ستوريهاتهم وبوستاتهم اللي بيشاركوها، آخرها المقطع اللي شاركه أنس على تيك توك رفقة لانا محمد، واللي اعتبروا البعض فيديو موجه لبيسان إسماعيل من طرف أنس بعد هذا الانفصال اللي صار بينهم. أما آخر شيء حكى عنه الجمهور فهو سفرة أنس المفاجئة لدبي من بعد تواجده لفترة طويلة عند أهله بفلسطين والأردن. فهالسفرة اللي سماها أنس بالصفحة الجديدة والبداية الجديدة والصفحة البيضاء، ملمحا عن بداية جديدة من دون بيسان. والجمهور وبعد وصول أنس لدبي عم ينتظر لقاء أنس وبيسان ببعض، خاصة أنهم ساكنين بنفس المنطقة وكتير قراب من بعض. إضافة إلى ذلك فيمتلك الطرفين أصدقاء مشتركين، من بينهم وأولهم مو فلوغز، واللي بيكون صديق أنس وبيسان المقرب واللي لساته مقرب منهم لحد الآن حتى بعد هذا الخلاف والانفصال. فالجمهور على أمل أن يجمعهم ببعض أصدقائهم المقربين والمشتركين ويحاولوا يحلوا هالخلاف اللي بينهم. فبيسان وبإحدى تصريحاتها الأخيرة صرحت أنها لا تمانع من أن يتم الصلح بينهم، ولكن بشرط أن يظلوا أصدقاء وفقط لا غير. وبالحديث عن بيسان، فعم تقضي أوقاتها حاليا بدبي مع أخوها الصغير نوار، وعم بتشارك عدة ستوريهات معه. عيني خد عيني وجنبك ليلة خليني، ولا حاجة ترضيني غير اني معاك. شوف الفيو الله. فهل تعتقدوا أن تواجد أنس بدبي حيزيد من احتمال نهاية خلاف أنس وبيسان أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.